في نهاية شهر أغسطس أحمد الله وأشكر فضله. آخر أسبوع في أغسطس من كل سنة، من أول ما عرفت إنه المسجد الأقصى في فلسطين اتحرق، حرقوه، ولعوا فيه النار، مش يعني 23 24 حاجة زي كده، أغسطس 1969. سبتمبر 10 سبتمبر 1907 1969، الحريق كان في أغسطس، آخر أسبوع في أغسطس 1969. مش اتولدت 10 سبتمبر 1969. وبعدين قبل الحريق كان في انتفاضة الطلبة، هي بدأت في 68 1968، فرنسا وأوروبا وأمريكا وحكاية لا لحرب ومجاد ودودي، فاهم ازاي؟ وبعدين انتقلت إلى مصر، وبعدين انتقلت إلى فلسطين، وهكذا طلبة جامعات. فالجزء ده من الخريف، بداية الخريف من كل سنة، في لسه طاقة موجودة بتتكرر كل سنة من هذا الحريق ومن هذا الغضب من هذه الحروب. والشكل الخارجي اللي مش عبارة انها واضح جدا انها 55 سنة، لكن الحريق مسجد الأقصى لسه حاصل امبارح. هدم تفجير الكنائس في فلسطين، غزة، الخليل، فلسطين. كل هذا العنف، كل هذا الدمار، ولا عمري فهمت ليه يحتاج الموضوع كل ده. يا عم إذا كنت عايز حاجة طب ويشير كمان، تيك ات عادي، يسموها التجارة الحرة، التجارة العادلة. ليه لازم تقتل علشان تاخد اللي انت عايزه؟ ليه لازم تعمل كده؟ ليه لازم يكون في عنف؟